سلام الله عليكم، أنا مأمون الأنسي الملقب بتريكيمون، رائد من رواد فن الوهم والخداع البصري في اليمن لتقريبا هذه السنة السادسة. فحنرويكم إن شاء الله نوع من أنواع الوهم والخداع البصري، فبيكون بمستوى متقدم إن شاء الله. فحنبدأ إن شاء الله بضيف يعني كبير وقدير علينا، وهو الوالد الدكتور رضا. أوكي أوكي، تحية لا لو سمحتوا. أوكي اوكي، الكاميرا اشتيها في اوكي. دكتور رضا، الان حتشوفوا انتم، حتوصفوا الكارد وما بتشوفوا. اوكي بس حاول تربط على البروجيكتور. شغال. اوكي، مربوط للبروجيكتور والشاشات. اوكي الان اوكي، احب اجيب لكم مقدمه ان انواع الالعاب الخفه بتكون بادوات مختلفه، بس الشائع هو الكروت، صح؟ اوكي، هذا الكروت اوصفوا لي، ما بتشوفوا فيها، مش لونها احمر. احمر اوكي، تمام. برتقالي. اوكي احمر، اوكي مطلوب التركيز جدا. اوكي الان اذا سالتكم ما كان اللون فيها، اوكي ايش الجمهور عشان يفهم العرض كامل. اوكي اوكي، صلينا على النبي. الان لونها احمر، صح؟ صح، بس في لون اخر نسيته، اللي بيكون اللون الابيض، صح؟ البوردر ابيض، صح؟ اوكي بالضبط. اوكي حبرويكم من البط كلها بارقام مختلفه. اوكي في معي الان ارقام معينه، صح؟ اوكي اشتي منكم تسمون ما الالوان هنا في الامام، ما هي؟ اسود و احمر. اسود احمر، في نسينا الاصفر، صح؟ اوكي ممتاز جدا. الان اشتي منكم تسمون كرت واحد من هذا، سموا لي كرت. ممكن تحنيها هيك شوي لشوف. اوكي نظري قصير شوي. اوكي دكتور رضا، اذا سمحت يعني فضلا وكرما منكم join me to the stage. Give a thunder of claps for the Mr. رضا. اوكي دكتور اقدر. اوكي الان شي منكم تسموا كرت واحد من هذا الكروت اللي يلفت انتباهكم. اوكي معنا اعطينا كوين سبيد. كينج الكوين. كوين و اس والكوين وين بالضبط؟ في معنا كروت معدوده هنا. شو اختفت هي؟ يس صحتها دغري. اوكي اوكي حلو جدا. اوكي سمو لي كارت، وي جت كينج. ثلاث الكبه. ثلاث الكبه. ممكن تقولوا للجمهور ليش اخترتوا الثلاث الكبه ونسيتوا يعني فلتوا جميع الكروت، مع اني كلها يعني مثير للانتباه. اجى على بالي هكذا يعني. اوكي مش مشكله. اوكي بحط انا الثلاثه هذه هنا. اوكي الان قلتوا نسيتوا جميع الكروت فقط الثلاثه، تمام؟ تركزوا عليها. صح. الان إذا عملت الآن بعمل حركة معينة، شو أعملها كذا؟ تمام أوكي. ثلاثة الكبة، هل تعتقدوا إني بطلعها لفوق؟ كيف بتطلع لفوق؟ يعني ممكن؟ صعب. أوكي أنا بحب أقول لكم إذا ركزتوا على الثلاثة الكبة، تمام؟ كل الورق بيختفي. في وجهة نظركم، لأن تركيزكم فقط على كرت واحد، صح؟ صح. أوكي جمهورنا الكريم، هل تعتقدوا إن هذا بيكون الثلاثة الكبة؟ مستحيل. إذا مستحيل يعني ما حتشوفوش، صح؟ اوكي يعني اختفت. أوكي. اي كرت مش ثلاثه بيختفي من وجهه نظركم؟ شو اول هيدي؟ اوكي دكتور رضا، اوكي الان مش هذا فقط، اذا عملت هكذا اوكي ابيض، كله ابيض خلاص. فقط ثلاثة الكبة. أوكي ثلاثة الكبة، صح؟ صح. أوكي بنحطها وين؟ هنا. أوكي كل الورق خلاص خفيناهم، اختفى، صح؟ في حاجة؟ لا. أوكي ممتاز. في معنا كرت واحد في اللعبة، صح؟ صح. اللي كان؟ ثلاثة الكبة. أوكي إذا عملتها كذا أوكي أوكي شكرا لك دكتور رضا. اشتي منك الان تختار لي واحد من الجمهور ما تعتقدش انه معي مساعد او اي حاجه، بحيث لانه اي واحد يعني انا وياك كنا فريق عمل واحد. هم يظنوا هكذا يعني. اوكي بتختار لي واحد من الجمهور، واحد يعني مش معي ولا حاجه. اوكي بيكون الاختيار حر. مين بدك؟ اللي تشوفه. لا ما يكون من المنظمين. لا كلهم حيكونوا. اوكي اللي تشوفه. حيكون من الضيوف. دكتور وائل. وائل حكيمي. اوكي تعال دكتور وائل حكيمي. اوكي اوكي شكرا لك دكتور. ثانك يو ثانك يو.
Okay, Dr. Wael, join me to the stage, please. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي. كيف الحال؟ أوكي. أهلا وسهلا. أوكي. في هذا الخدعة. We're gonna read minds. We're gonna do some mentalism. Okay. حاجة توقعات. يعني بعض الناس يسموها إني قراءة أفكار أو حاجة من هذا القبيل. أوكي. في هذا الخدعة بنرويك خمس حاجات. أوكي. أوكي. الخمس الحاجات. أوكي. أوكي. ممكن توصف للجمهور الشيء اللي بتشوفه؟ مكعبات. اوكي، مكعب الوان. سفنج. كرات سفنجيه. سلسله فضيه. بالضبط. وورق لعب. ورق لعب وكوينز. اوكي، الان هذه الادوات اللي بتشوفوها عاده بنستخدمها في الماجيك او في في الارت اوف الوجن بشكل اساسي في السمبل ماجيك وي كول ات. اوكي، الان بتشوف معنا 5 يعني ثينجز رايت 5 ايتمز. الان اشتيك تجيب لي الميكروفون. اوكي لو سمحت. اوكي، اشتي منك بيدك اليمين. اوكي، اشتيك تختار حاجة واحدة من هذه الأشياء. أو قبل نبدأ عشان يقولوا أوكي، ممكن تغير ترتيبهم في البداية. غير ترتيبهم. أوكي. هكذا أوكي. الآن بيدك اليمين أوكي. اشتي منك تأخذ شيء واحد من هذه الأشياء. شيء واحد باليمين فقط. أوكي. أوكي ممتاز. You want to change your mind؟ أوكي. الآن استبعدت أربع أشياء واخترت شيء واحد. أوكي. جمهورنا الكريم، هل تعتقدوا أن معي production that I wrote production that he's gonna use playing cards or gonna choose them؟ بيكون صعب صح؟ شبه مستحيل. أوكي. في هذا في معي ظرف صح؟ أوكي. شيء منك تفتحه وتخرج الورقة وتقرأها للجمهور. أوكي. So on the cards. Say بسم الله. في ورق واحد صح؟ روي الكل واقراها بصوت عالي. الاختيار سوف يكون ورق اللعب. Your choice is the cards. Okay. Okay. Do we have anything inside the envelopes? في أي حاجة؟ فاضي؟ Empty؟ Everything is honest؟ Okay. تحية للدكتور رجان. Big man. Okay. Unless okay, I just need one more mic. Okay. في هذا العرض رويتكم الكلاسيك ماجيك. بدأنا بالعرض اللي هو extraordinary. والعرض يسمى بالفيد اوت مع الدكتور رضا. اوكي، العرض الثاني كان منتاليزم. العرض الاخير بنختار تريبل تشويس. ثلاثة من الجمهور احب انهم يا جوين مي تو ستيج اند ويل سي هو ود لايك تو بارتيسيبيت. اوكي اوكي، هير وي جو. يس، وان مس. يس، اند نمبر 2 ويل سي ويل هاف يو سير. يس، اند يو مس، يو كان جوين مي. اوكي اوكي، تحية للثلاثة رجان. One more mic. You can have a seat. Okay, can you yes, okay. Thank you, gentle. Okay, so you have a seat. Okay. Please take a spaces. Okay. جيب لنا one more mic لو سمحتوا. اوكي، ممكن تقول لنا اسمك الكريم؟ اشرف عبد الرحمن الذاري. والاخت؟ صفاء فلاح. صفاء فلاح، give her the mic. And آلاء عقربي. اوكي، آلاء عقربي. اوكي، اشيم لكم اسماء. اكبر تحيه للثلاثه لو سمحتوا. اوكي يس يس، هير وي جو. شفتوا العرض؟ اشتي منكم يعني تعليقاتكم، ما كيف كان العرض يعني مبدئيا اللي شفتوه الاول؟ يس، رهيب. اوكي، يسلموا. رايك في المنتاليزم يعني هذا؟ اوكي، هل تعتقد ان في اي علاقه للسحر بهذا او عباره عن سنين من ممارسه وتدريب؟ بالنسبه لي كان منطقي. اكيد، ممتاز جدا. اوكي، الان بنرويكم الان واحده من خدع الكاردز.
في ألعاب الخفة والخداع البصرية بنحاول نختار كرت واحد من روي الجمهور بنحاول نطلع. هذا المرة بحاول أعملها بشكل مختلف بيكون triple choice. أوكي الآن بعمل بالأوراق هكذا لما تقول لي وقف 1 2 3 1 2 3 again. That's great. This is number one. You take this. Show it to everybody, not me. Okay. Yes. Yes. Now, 1 2 3. Stop. Okay. Here we go. Beneath the 9 is going to be your cards. Okay. And finally, yes, for you, Mas. So I just shuffle them. Okay. Okay. Here we go. So now I'll just shuffle till the word stop. Say stop. Stop. Okay. Here. Okay. So you just take this card. You show it to everybody. Show it to everybody home so everybody can see. Okay. Okay. حفظت الكروت. Basically, I have no idea what was the card, right? So okay. بتحط كرتك في الوسط بتخلط البطة بيكون everything is fair. Yes. So I'm not seeing. Okay. Okay, yes, take the next card, yes, so hold. Yes, of course, I will not. Okay, do your best. Okay, so just another one. Okay, here we go. So I'm going to put those card inside the box, okay? Do we have anything just suspicious? Everything is fair? Do I have anything here? Okay, just the cards. Yes, of course we have them. Okay. So, الآن بقول لكم بعيشكم في وهم معين. بتخيل إني شليت كروتكم, okay? ببزل الكرت الأول, okay? ببزل الكرت الثاني. And I take the third card, okay? I got them here. I could see, like, some of them are numbers, some of them are photos, right? Okay, الآن معنا البطة ما كان لونها أزرق, صح؟ بحطها كذا. الآن بقول لكم ثلاثة كروت في البطة حيتغير لونها أحمر. وبتكون كروتك, مصدقوا هذا الكلام؟ Is it possible? Do you think so? Sort of no, okay. Last time I did it, it didn't work, okay? It didn't work. And I was shocked. Okay, here we go, let's see. So, if I do like this, can you see three red cards? Okay, I'll just show them to the audience so everybody can see. We'll see. I'm not sure. Card number one. Okay, everybody's clapping. No one knows what is going to happen. I have no idea. I told you, maybe it's going to work. If it didn't work, I have here a prediction, okay? A prediction in case. So maybe, I have no idea. Maybe was your card the seven? No. Okay, no. So I'll put this away. Okay, so we take another card. Everybody was clapping. Okay, so your card, I'm not sure, was it the fourth? No. Oh my god. Okay, that's really embarrassing. Okay, so the last card, I hope that I will get it. Okay, was it no, right? Okay, was yours. Okay, maybe. Okay, so here we go. No idea, I told you, I have a prediction for emergency, okay? So, here's the prediction. Before I got on the stage, جمال جهان, okay, عملت أشرت على ثلاثة كروت فقط, okay? عملت X عليها, بنشوف. هل ممكن تكون الثلاثة كروتكم? Okay, نشوف. What was your card? ما كان كرتك؟ Was it a jack? Okay, here the we diamond go. Diamond jack, yeah. Yeah, of course. Okay, so everything here is honest. You can see there's ولا يعني ولا في أي ورقة فيها X, okay? في غير ثلاثة كروت. Okay, not only this. أقول لكم هذا الكروت نوع خاص لأنها تحوي حروف. Okay, P T P Z P M. Okay,
Would it be surprising? يعني هذا ثلاث الحروف ثلاث الكروت حتخذ ثلاث حروف خاصة. بنشوف معي. كرتك الأول كان اثنين صح؟ أوكي. أخذ حرف ال. الكرت الثاني أخذ حرف ال I. أخذ حرف ال U. أوكي. أوكي. أوكي جايز. الآن الكل اتهمني أن الثلاث الكروت الحمر ما كانت كروتكم صح؟ ما كان كرتك؟ اثنين. Jack and seven, right? Okay, you can't tell the other group. Okay. 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 من كان عرض جابكم أحب أنا وين هذا كان عرض تريكي مون and TEDx. I love you.